أهلا بكم. أدى اليوم الأربعاء الأمين العام لرئاسة الجمهورية الأخ إبراهيم محمد محمود اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية كعضو جديد في الأمانة الوطنية، ذلك بحضور عدد من أعضاء الأمانة الوطنية والحكومة. وجرى أداء اليمين بإشراف رئيس المحكمة العليا طبقا للمادة 88 90 من القانون الأساسي للجبهة الصادر عن مؤتمرها 15 حسب الإجراءات. الوضع